معروفة للجميع قرأناها وعلمنا عنها عدة مرات لكن برضو الرب عم بيرجع وبيكلمنا من خلالها في مقارنة أو بناء على ما يحدث حولنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه في الأوضاع اللي احنا عم نمر فيها في هذه الأيامات سواء كان في البلاد اللي احنا موجودين فيها أو في الدول اللي عم تجتاز او او عم موجوده حوالينا، صموئيل الاول والعدد الاول، الصاح الاول والعدد الاول وراح نقرا هذه القصه عن حني مكتوب حنة بس احنا بنقول له حني هون بعرفش ليه بس هيك معروف عنا بقول الكتاب وكان رجل من عدد واحد من رمتايم سوفيم من جبل افرايم اسمه القانا بن يروحام بن اليهو بن توحو بن سوف هو أفرايمي، وله امرأتان اسم الواحدة حنة، واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد، وأما حنة أو حني فلم يكن لها أولاد، وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شلو، وشلو المكان اللي كان فيه خيمة الاجتماع قبل ما يبنوا الهيكل الأول هيكل سليمان. وكان هناك ابناء عالي حفني اه وفنحاس كهناء الرب ولما كان الوقت, ووق الوقت وذبح اه وذبح اه ولما كان الوقت اه وذبح القانا اعطى فننا امراته وجميع بنيها وبناتها انصبة واما حنا فالقى اعطاها نصيب اثنين لانه كان يحب حنا ولكن الرب كان قد اغلق رحمها وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة لأن الرب أغلق رحمها وهكذا صار سنة بعد سنة كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها فبكت ولم تأكل فقال لها إلقانا رجلها يا حنة لماذا تبكين ولماذا تأكلين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك أما أنا خير لك من عشرة بنين فقامت حنة وبعدما أكلوا في شلوه وبعدما شربوا وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونظرت نظرا وقالت يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنسى أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موس وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فيها فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع أن عالي ظنها سكرة فقال لها عالي حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك فأجابت حنة وقالت لا يا سيدي إني مر إمرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا بل أسكب نفسي أمام الرب لا تحسب أمتك ابنة بليعال لأني من كثرة كربتي وغيظي, وغيظي قد تكلمت إلى الآن فأجاب علي وقال اذهبي بسلام وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته سألته من لدنه فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا وجاءوا إلى بيتهم في الرامة وعرف القانا امرأته حنة والرب ذكرها وكان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة لأني من الرب سألته ليبارك لنا الرب كلمته في هذا المساء في اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد والإكرام إلى الأبد رسالة الرب في هذا المساء حطتها بعنوان أهمية ودور الصلاة أو صلاة التمخض لربح النفوس أنا مش عارف أنه أول مرة يعني إيمان بتشد على موضوع ربح النفوس ما فيش أي ترتيب مسبق فالظاهر روح الرب عم بوجه قلوبنا لنفس الاتجاه وهو ربح النفوس بدي ارجع معكم شوي لانه احنا عم نمشي في ترتيب غير منظم لكنه منقاد بالروح وسط الاحداث اللي المؤلمه اللي احنا عم نجتازها في قرانا ومدننا ومنطقه الجليل وبلادنا اللي احنا عايشين فيها وايضا البلاد المجاوره سواء كان بلبنان او بسوريا او في مناطق اخرى وسط القتل وسفك الدماء الفوضى العارمه اللي تؤدي الى الخوف والاضطراب ايش رح يصير وين وين المستقبل شو مستني شو منتظرنا لقدام وسط الهيجان الشيطاني والتحالفات مع الاشرار مع اللي هن عملاء يعني البشر الاشرار اللي بيعملوا ضد البشريه لافساد لتدمير البشريه وهذا هو قصد وهدف الشيطان الاول والاخير، قال يسوع عنه ذاك كان قتال منذ البدء، جاء لكي يقتل ويذبح ويهلك، هذا كل اللي بده يعمله هذا كل اللي بده يوصل اله بالاخر ان ياخذ البشريه معاه الى جهنم، الى العذاب الابدي. السؤال ما هو دور الكنيسه؟ دور الكنيسه هو ان تكون كنيسه سهرانه روحيا. دور الكنيسه ان تقف على الاسوار وتحارب حروب الرب. دور الكنيسه ان تربط القوي وتنهب امتعته. دور الكنيسه ان تجاهد جهاد الايمان. دور الكنيسه ان تخرج خارج الاسوار وتكرز بانجيل الرب وتشهد عن ما فعله الرب الى ان ياتي الرب مره اخرى على السحاب. لانه بقول الكتاب تناهى الليل وتقارب النهار شو نعمل لانه الليل قرب يخلص والنهار قرب يطلع يعني مسي مجيء المسيح جاي عن قريب وقال يسوع ها انا اتي سريعا واجرتي معي شو نعمل احنا قال فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور نخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور يسوع على الابواب والعلامات يعني كل عم بتدل على قرب مجيء الرب وانا بامن انه احنا في الموسم اللي الرب راح يجي فيه على السحاب انا هذا 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 قناعتي الذاتيه الوضع لا يحتمل اكثر من هيك بنعمه الرب واذا مش احنا اولادنا بس سواء احنا طلعنا عنده او هو اجى عنا علينا ان نكون مستعدين لمجيء الرب شو دورنا ككنيسه اليوم اليوم عم بمر مر في ظروف صعبة في أمور اضطرابات هون وهناك كل يوم نسمع خبر بنزل على البنك ثلاث رصاصات تخين على البنك بروح لهناك خم أربع نيادوت بالليل بنتي من ألمانيا تبعت لي شو في بالبلد إيش إيش في قال في صار في مشكلة بأبو سنان صار مشكلة هون صار مشكلة هون يعني صارت الأمور الاضطرابات شيء عادي يعني كانوا والناس إيش في نوع من مبلاء إنه صار عادي إنه يعني آه هذا مات هذا طيب آه مات خلصت لا كيف خلصت كيف خلصت؟ شو دورنا ككنيسه اليوم؟ احنا شو عم نعمل؟ شو دورنا امام ما يحدث حولنا؟ ما يدور في مجتمعنا، في بلادنا. شو المسؤوليه الموضوعه علينا على عاتقنا ككنيسه، واللي الرب اوكلها لنا عشان نقوم فيها. حكينا اذا بتتذكروا قبل ثلاث اسابيع عن قصه حرب بين شعب الرب بقياده موسى ويشوع وبين عمليق قلنا موسى عشان يقدر ينجح في المعركه عمل فريقين فريق طلع معه على الجبل حتى يصلي وفريق نزل مع يشوع حتى يواجه عماليق وشفنا في القصه انه هذه هي حربنا مع عدو الخير واستنتجنا انه ما نقدر نغلب في ارض الواقع مع يشوع بدون ما احنا نربح المعركه في العالم الروحي مع موسى وموسى ما قالش عمي انا سوبرمان تعمى معروف خليك وحورة هارون وانا بطل لحالي مش محتاج انا بس بص... انا بحب اصلي لحالي انا بحبش اصلي مع حدا لو انه موسى عمل هيك كان انهزم شعب الرب ويشوع ما قدر ينجح ليش لانه المفتاح كان كل ما كان موسى رافع ايديه كان يشوع يغلب وكل ما موسى تعب ونزل ايديه كان يشوع ينغلب وينهزم هاي بدهاش امينه بدها انه احنا بدنا ايش نعمل بمعنى بمعنى انه احنا محتاجين الى بعضنا البعض ندعم بعضنا البعض بالصلاه هاي بدي امين امين بدنا ندعم بعضنا البعض بالصلاه مسكوا حور وهارون ايش بالاخر ايدين مين موسى وقعدوا رفعوهن وسندوهن بمعنى انه بدل ايد صار في ثلاث ايدين وهون بدل ايد ثلاث ايدين الدعم في الصلاه وجودنا في اجتماعات الصلاه نشكر رب اجتماعات الصلاه عم تكتر امين عم تكبر نشكر رب بدنا بدنا كمان نشوف وجوه جديده شجعونا يا جماعه مش بس شجعوني لكن تعالوا وقفوا معنا بنفعش بس أربعة خمسة يصلوا والباقي نايمين محتاجين نصعد إلى الجبل وهذا العملية مستمرة 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 لأنه حرب إلى دور ودور مع عمليق فمحتاجين نوقف ونساند أنا بعرفش أصلي زي فلان وبعرفش أصلي زي فلان مش ضروري تعرف تصلي زيه تعال اتعلم تعال اسمع حتى لو صليت شوي حتى لو وقفت حتى لو ما صليتش بس صليت بقلبك احسن من ما تضلك في البيت ما تصليش كل ش... كل دعمه بتساعد انه يشوع يغلب عشان نقدر نغلب في حياتنا اليوميه عشان نقدر نكون منتصرين ونشوف في اختراق روحي والرب يعمل بقوه والرب يغير اجواء والرب يبارك شعب الرب محتاجين نربح المعركه على الجبل مع الرب مع موسى هذا حكينا عنه قبل ثلاث اسابيع اهميه المعادله اللي الرب ورجينا اياها إذا أنت رجل وامرأة في البيت فيش عندك وقت تصلي إذا فيش عندك التزام مع الرب إذا فيش عندك وقت تيجي تعبد الرب راح تكون في أرض الواقع مهزوم عشان هيك الناس مكركبة مؤمنين مكركبين حالتهم تعبانة وعندنا مشاكل وعندنا وصلوا لنا وصلوا طب خذ دورك أنت وأنت وأنت تاخذ دورك وأنت تاخذ دورك شجع الجميع تعالوا نتحد هاي الوقت اللي احنا اخر ايام، يجب الكنيسة أن, ان تصلي اكثر مما صلت فيه بالماضي، واذا احنا في هذه الايامات الصعبة ما صلينا مش راح نقدر نكمل امام التحديات اللي كل مالها عم تتفاقم، امام الصعوبات اللي كل مالها عم تتفاقم، حياة الراحة انتهت، يعني اليوم احنا عايشين في حياة ما فيها راحة، كنت قبل فترة عند الطبيب عم بفحص الركبة و قلت له ايش ايش بدي اعمل شو بدي اعمل عشان عشان احل مشكله الركبه قال لي لازم لازم لك راحه قلت له لا من زمان ما سمعت الكلمة كلمه هي راحه استراحه تقعد تعمل شيء مين بيقعد بعمل شيء اليوم يعني زمان ما ما هيك قعدناش وقت، هيك راحه دائما ايش بنركض من برنامج لبرنامج من مشكله من موضوع لموضوع يلا ها ها خلص الزيتونات بنروح عند الهاي خلصوا الشغلات بنروح ننزل هون بعدين في اجر في عرس في كذا وفي رايحين جايين وبنطلع وبننزل وبدنا نجيبه واولادنا واولاد اولادنا بعدين عندنا دور هون وبنعمل دور لهداك وبنعمل كذا وفي اجتماعات وفي شغل وفي وفي عارفين بعد شهرين تخلص السنه مين حس كيف مرقت السنه امبارح بدينا كريسماس يا يعني كمان شوي بنحط الكريسماس بالمانيا صاروا حاطين شجرة عيد الميلاد خلص خلصنا خلصت السنة اسا نحضر شوي نعمل السنة الجاي طيب يا عمي طولوا روحكم محتاجين محتاجين عالم بيركض عالم بيسرع لكن في في نهاية قربت النهاية قربت النهاية أو أو العالم بده يروح لهوة الهلاك أو وسط هوة الهلاك احنا لازم نقوم جنود للرب نحط الصليب وسط هذا الطريق اللي عم تهوي في العالم الى الدمار ونقول للناس امسك في الصليب عشان ما تقعش امسك في الصليب عشان يضلك ماسك ثابت يا مؤمن امسك في الصليب امسك في الرب عيش حياة الصلاة اسهر على حياتك الروحية اسهر على بيتك على عيلتك صلي لأولادك اه او أولاد صغار من إسا صلي لهم أحسن من إبليس يعمل له خطة ويسحبهم للعالم يعني تشفع من اجل أجل من اجل بعضنا البعض اهتم ببعضنا البعض في الصلاه الكنيسه يجب ان تصلي اكثر مما كانت تصلي فيه من كل الفتره الماضيه احنا محتاجين ان نصلي حكينا ايضا في المره اللي بعدها الاسبوع الماضي حكينا عن دانيال والرب كشف لنا انه في معارك بتصير في العالم الروحي وهذه المعارك تحسن في العالم الروحي قبل ما تخرج أو قبل ما تحدث في واقع الحياه يعني قبل ما تصير المصيبه في الارض بتكون المعركه حسمت فوق او قبل ما تصير البركه في الارض بتكون المعركه حسمت فوق ودانيال قدر يستوعب نفهم من قصه دانيال انه دانيال له دور كان في حسم المعارك شو الدور هو بمثل المؤمن او الكنيسه ايش دورها انه لو دانيال ما صلى 21 يوم ما ثابر صلى 10 ايام خمس ايام سبع ايام خلص بكفي الله يعطيكم العافيه ضب العده وروح او خلينا اسا ارجع لعندي انا كان وزير يعني ما كانش يعني عاطل عن العمل وبروح بسجل بمكتب العمل لا وزير في, في امبراطوريه من اعظم امبراطوريات العالم وكان لا يلاقي وقت ثلاث ايام ثلاث مرات بالنهار كيف مش عارف انا ثلاث مرات بالنهار يصلي عارفين كيف؟ ما كانش عنده تلفون ولا موبايل ولا كان عنده مئة ألف برنامج ولا كان عنده مئة ألف شغلة بس أهم من كل هذا حتى لو عنده كان عارف يحط الأولويات الصح لأنه كان فاهم فاهم أنه إذا هو ما صلاش ثلاث مرات بالنهار صباحا وظهرا ومساء مش راح يقدر يضل عايش بقيادة وحكمة الرب ويقدر ياخذ قرارات عشان هيك الرب ميزه عن كل الوزراء الموجودين وكل ما حاولوا يقولوا له يقولوا ثغره ايش كان يعمل كان الرب ينقذه ويرفعه ويرقيه ليش وكان يسميه الرب اسم مميز الرجل المحبوب الرجل المحبوب واحد قال لي انا مش فاضي مش فاضي قلت له اسمع اسمع اذا انت قادر تدرك أهمية أنك أنت تقعد مع الرب وقديش راح تفرق في عالم الواقع بحياتك الشخصية وبالجو الاتموسفيري اللي حواليك راح تقدر تلاقي وقت من تحت الأرض لأن وقت روح على السهرات وعلى العراس وعلى البرامج وعلى الأجورة وعلى عند الدكتور وعند كل محل أنا وقت ونقعد نقعد على البليفون ساعات عشان نرد على هذا ونرد على هذا ونرد على هذا ونرد على هذا, ورد على هذا. مش عارف اذا الرب يوم من الايام بده يبعث لك مسج مسج من مكتوب يسوع مسج من من يعني هيك معقول يكون واتساب الرب يفتح واتساب يعني عشان عشان يقدر يتواصل معنا مش عارف حبة محتاجين نرجع على ركوبنا وسجود نرجع للرب نرجع من جديد وادرك دانيال ادرك دانيال انه فوق كل ممالك وكل حكام ارضيين في رؤساء روحيين اللي هن ايش بيعملوا؟ بياثروا على قرارات هدول الملوك. مدير المدير اللي انت بتشتغل تحته يمكن اذا هو مش مؤمن في قوه شيطانيه موجوده بتاثر. بتلاقي بالشغل بتلاقي قاموا عليك وعملوا لك مؤامره وكركبت الدنيا مش لكم شيء يعني ليش انتم هيك تعاملوني؟ وبتعرفش ليه برم وجه عليك هذاك النهار ومش حال. طب شو في؟ ليش هيك؟ ليش هيك؟ ليش هيك؟ في قوه شيطانيه بتحرك بتاثر على هدوك. شو تعملي؟ صلي دانيال استمر يصلي الرب بعت الملاك من اول يوم سمع صلاته لكن رب معت وفي معركه حدثت اخذت 21 بعد 21 يوم بعت ميخائيل يساعد الملاك اللي اللي بعته بالاول عشان يحسم ويطرد هذا رئيس مملكه فارس من تاثيره على على المملكه والرب يبعت الملاك هذا ياثر على ملك فارس في صنع القرارات لارجاع شعب الرب وتحضير الجو حتى يرجع من السبي لانه كانت خطه الله مشيئه الله انه رجعوا من السبي حكينا عن ايليا كيف الرب قال له راح ابعث مطر طيب اشكر الرب اعلن الرب مباشره الى النبي ايليا انه سيرسل مطر بعت على الواتساب لكل الاخوه في الكنيسه الرب بعث مطر هللويا كل بلش يغني وزقف وكذا شو عمل ايليا طلع على جبل الكرمل وبدا يصلي طب ما الرب قال لك ما بعت مطر ليش بتصلي قال اه بس هو عشان يبعث هو بيعطيني مسج ان انا بدي لك بس عشان المسج تتحقق لازم تدفع ثمن انك انت تصلي لانه هو اختار انه اذا بده يستجيب يستجيب كنتيجه صلاه كنيسه الرب. نتيجه صلاتك وصلاتي. وهذا اللي الرب بده يفهمنا انه احنا اذا ما صليناش احنا منعنا البركه عن حياتنا. وكأنه يد الرب تتحرك بتعاون باتحاد باتفاق معنا. هذا حكينا عنه الاسبوع الماضي وقديش مهم انه احنا نعرف انه لازم تحسم المعارك وعشان هيك احنا بنصلي صلوات مكثفه مطوله بنصلي من بنجاهد بنجاهد بس ما شيء كمل لو دانيال وقف عشرين وقف ما صار شيء بس كمل الى ان حسمت المعركه والرب اعلن واتى وغير وهدر ورجع الشعب بعد فتره من السبي الى السبي الى الـ الى الـ من السبي الى أرضه الرب كمل الخطة اللي رتبها الشيء الثالث أو إيش اللي, اللي بدي أحكي عنه في هذا المساء هو حقيقة بدنا نعلنها مرة ثانية إنه كل ما الكنيسة تصلي الرب بيرسل ملائكته حتى يطرد الأرواح اللي هي منع البركة ويأتوا بتأثير إيجابي على الحكام على الرؤساء على السلطات الموجودين الموجودين إحنا تحتها فلما القرارات بتتغير بتصير قرارات إيجابية الله ببارك شعب وببارك مدينة وببارك بلد بسبب صلوات المؤمنين الله قال له أنا بدي أبعث نار على صدوم عمور لو في عشرة عشرة مناح أنا بح أنا أنا راح أعفي عن هذه المدينة قديش قديش تأثيرنا مين اللي بيحمي البلد صلوات المؤمنين ما تستخف بصلاتك وبصلاتي هذه الحقيقة بتحتم علينا إنه نصلي بمواظبة نصلي بلجاجة نصلي بحراره ويكون حالنا اما انا فايش؟ فصلاه نصلي بمثابره ما نكل وما نمل لانه احنا عارفين انه في نتيجه حتميه الرب بيطلقها لما الكنيسه تستمر في الصلاه في مره كان بطرس في السجن وكان ايش؟ تصعد من الكنيسه مجتمعين كل الليل ايش عم بيعملوا؟ عم بيصلوا 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 اكثر الصلاه بعث الرب الملاك طلع بطرس من السجن لو ما صلوا يمكن بطرس صار فيه زي يعقوب الشيء الثالث اللي بدي احكي عنه الليلي وهو صلاة التمخض لربح النفوس السؤال كيف نرد على اللي بيعمله إبليس بسفك الدماء وبالفوضى اللي عاملها في بلادنا شو إحنا ككنيسة بس نصلي يا رب ارحم فلان يا رب تحنن يا رب أوقف الشر وكأنه إحنا ماخدين خط دفاع لا إحنا لازم نأخذ خط هجوم كيف خط الهجوم كيف الرد على هذا العمل الابليس فيه بيعمله انه يقتل ويذبح ويهلك ويدمر ويفسد الرد الكنيسة ان تصلي انه يا رب خلص نفوس يا رب اسحب نفوس من قبضة الشيطان من سلطان الظلمة لكي ترجع إليك يا رب خلي الناس تعرف لما يفوت على بيته وانتم بتشهدوا البيت بآمن بالمسيح وبقولوا يا رب يا رب احنا بنقبلك رب ومخلص حياتنا ونرفض أعمالك أيها الشيطان إبليس ايش بيصير فيه ينهزم أكثر شيء بيقهر إبليس هي نفوس تيجي للرب أكثر شيء بيضعف إبليس لما الناس تقول لإبليس لا وتقول للرب نعم هذا اللي بيحسب المعركه هذا اللي بخلي ابليس في عنده قوه او ما فيش عنده قوه واكثر شيء بخلي ابليس ينهزم لما احنا نكرز نكرز ونربح نفوس للرب لما احنا نفتح اذان الرب يفتح اذاننا الروحيه زي ما فتح اذان بولس واللي معه ونصغي إلى، إلى،, الى الى الذين يقولوا من بعيد اعبر الى هنا وعنا ناس زي ما قالت اخت ايمان تعبانه تعرف المؤمنين تعبانين كمان بس الناس تعبانه ليه تعبانين اللي مش عم بيصلوا لكن الناس تعبانه كيف ما بتبرم الناس تعبانه ومين اللي بده يعطيهم الرجاء احنا احنا الرجاء اللي قلنا في يسوع احنا نوصل الرجاء يسوع بس كيف يسوع بيستخدم مين احنا يا رب روحوا اعملوا سوي بقول لك رب روح انت اعمل ما انا بعتك احنا بعتتك تعال نلقى نظرة بسيطة على حالة كنيسنا في منطقتنا هون كنايس في الجليل في البلاد إذا نلقي نظرة أو هيك أنا قعدت أفكر هيك الوضع اللي عم بيصير اكتشفت إنه كنيستنا أو كنائسنا بشكل عام معظم خلينا أنا عشان ما أكونش يعني حاسم كنائسنا شبه عقيمة في ولادات نفوس جديدة أنا أعطي مثال السنة كم نفس أجر ربحنا للرب كم نفس جديدة أجت للرب بقى أشهر مرأة كم واحد ربح نفس للرب وصلى معها مش عارف قديش يمكن يكون قليل يمكن يكون البعض يمكن يكون في عقم روحي مش عم نربح نفوس كما يجب كنسيتنا حالتها مثل حالة حني هذه المرأة اللي كانت عاقر وما قدرت تنجب أولاد حاولت ودرتها سم الله كل سنه ولد كل سنه ولد كل سنه وهي ايش؟ ومش بس انه عم يخلف قاعدة قاعد قامع فيها وقاعدة أهر فيها والعدو المعير يعير فينا والمشكله انه احنا ككنيسه مش مش انه في مشكله مش حاسين انه احنا عاقمين مش عم نربح نفوس حتى بطلنا نشترك عن يسوع للي حوالينا يمكن الخوف يمكن انشغلنا في حالنا يمكن اهتمينا في مشاكلنا يمكن اطلعنا على بعض اكثر من اللازم تعرف لما بعضك على بعض اكثر من اللازم بنصير ايش ننتقد بعض وابليس ايش يلا يلا فخار يكسر بعضه اضرب الراعي تتبدد الخراف واهج والكنيسه صارت ايش هذا زعلني وهذا بدل ما نلتهب بعض تعرفوا احسن حل حل المشاكل داخل الكنيسه التهب الخدمه برا ما عدش في عنوان وقت نتقاتل مع بعض ولا نختلف مع بعض ليش لانه عينينا على الحصاد كثير والفعلة فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل آه بس أنا مش متفرع عندي شغل منبرك هو محل شغلك وين أنت موجود في ناس وين في ناس في خدمة تقدر كل يوم ولو تحكي كلمة ولو تقول آي لو تشارك ببسمة زي ما حكت إيمان لو بتقول بأي شيء بأي موقف فيه تورجي مسيحك اللي فيك بس إذا أنت مش ماخذ خلوتك ومصلي فقد الشيء إيش؟ سيارة فاضية فيش بنزين مرسيدس بس إيش؟ التانك فاضي دور بالدرش فيها مصاري فيها بنزين أحسن من مرسيدس فيهاش بنزين بمعنى إنه إحنا محتاجين قوة من الأعالي ولما نخرج نخرج بقوة رب الجنود بقوة رب الجنود السؤال هل إنت بكتفي؟ كانت حني محبوبة عند جوزها. ومعطيها تميز، اعطاها نصيب اثنين، قال انا بحبك أكتر من كل الدنيا أنا بكفيش، والرب بقول لك أنا بحبك. وإحنا محبوبين ونشكر رب أنه رب بحبنا وبنيجي كل اجتماع على الكنيسة كل أسبوع على الكنيسة، والرب مباركنا وعامل معنا ومحبتنا، بس حني ما كانتش مكتفية بمحبة زوجها. لأنه كانت تطلع على حالتها اللي هي كانت حالة أنها هي كانت عاقر. وما كان عندها أولاد وهذا كان عار بالنسبة إلها وأنا بصلي الرب يعطينا اليوم قلب حني يعطينا أحشاء حني نشكر يا رب لأجل محبتك نشكر لأجل عنايتك نشكر رب لأنه رب حطنا في بلاد فيها حرية وبلاد فيها ما فيش اضطهاد زي ما إحنا بنشوف حوالينا في الدول اللي حوالينا لكن رب يعطينا قلب هذه المرأة أنه إحنا نحس أنه إحنا يا رب ما بدنا نكون عقيمين بدنا نكون عندنا قلب ورحم روحي يولد أولاد ونجيب نفوس لإلك نربح نفوس لإلك مش مهم نفوس تيجي على الكنيسة أو تروح ما مهم ما تروح تروح بس أنت تقودها للإيمان أنت تقودها للخلاص أنت تشجعها أنت تكون سبب إن هي توصل وتعرف يسوع ليش مهم إنه إحنا رب يعطينا هذا القلب صدقنا ماما أوعز إذا رب ما حطش في قلب تفاق قلبك تثقل شو راح تعمل إشي فقول له رب حط ولد في قلبي هذا التثقل هذا القلب اللي كان عند حني رفضت إن تبقى بهذه الحالة وقالت لو بتملكني كل الدنيا وكل كنوز الدنيا أنا بدي ولد حنا حني رفضت إن تستسلم للحالة اللي كانت فيها ونظرت نذر قالت يا رب اللي بتعطيني إياه أنا بدي أكرر سؤلك وهذا بدل إنه لما نربح نفوس نربحش عشان نبني مملكتنا ولا كنيستنا احنا بنعمل لملكوته كله بفضله هو اللي اشترانا هو اللي فدانا هو اللي دفع كل شيء من شاننا واحبنا حتى الموت وكل اللي بنعمله احنا بعدنا ما قدمناش ولو شيء بسيط من اللي اعطانا اياه كنيسة اليوم لازم ترفض تبقى عقيمة وانت كمؤمن ترفض تبقى عقيمة يا رب يمكن بالماضي استخدمتني هيك بالماضي كنت تشهد كنت تحكي كنت تشجع واحد تعال احضر اجتماع ايه فوت على الموقع ايه يوم الخميس الساعه سبعة فيها افتح لك اضبط لك الهاي احضر وانت مول البيت موجود ملان طرق احنا نقدر نوصل حتى لو مش عارف تحكي بتقدر انت توصل قلبك وتوصل هذا الشخص يسمع من له اذان للسمع فليسمع ولما بيسمع الروح القدس بينخس قلبه حالتنا اليوم حالة صعبة جدا بتعرف بدك تفرح السماء بقول الكتاب السماء تفرح بإيش خاطئ واحد خاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بار لا يحتاجون إلى التوبة يعني لو قدت واحد للرب وهذا الشخص ابن الرب صدقوني مش بس السماء بتفرح قلبك بفرح في فرح مش ممكن تختبره إلا لمن تربح وتقود نفس للإيمان وتصلي معاه ويقبل الرب وشوف التغيير في حياته بتروح زي ربحان ملايين الدولارات هل قد في فرح روح الرب بعطيه ليش لانه السما فرحت فبقول لك احنا مش راح نفرح لحالنا افرح معنا افرح بما انت ما انت فعلته واستخدمنا استخدمناك فيها شو حني عملت حني ايش عملت في خطوات عملت تعال نشوف مع بعض قبل ما سكبت قلبها للرب قالت اول شيء اتواضعت قدام الرب عرفت مشكلتها واحنا ككنيسه نعرف مشكلتنا يا رب احنا عقمين يا رب انا انا مرقت 10 اشهر سنه سنتين ثلاثه يمكن ولا مره بحياتك بشرت واحد حكيته عن يسوع يمكن ولا مره صليت مع واحد يا رب انا بديش اضلني هيك انا بدي اكون رابح نفوس امين انا بدي اكون كارز بالانجيل انا بدي السماء تفرح اكون سبب انه السماء تفرح يا رب الحوالي القرايب الجيران اللي بيشتغل بتع... معهم يمكن صار تشتغل مع واحد عشر سنين ولا مره ولا مره شاركته عن يسوع ولا حتى بيعرف انك مؤمن مش عارف اجى الوقت تواضع قدام الرب بعدين صامت عن الطعام صوم كرس ايام صوم ولو يوم بالجمعه نص نهار قديش تقدر نهار يا رب هذا اليوم انا صايم حتى تعمل في قلبي تغيير رفضت إن تاكل قالت كلي كلي قالت بدي اكل جوزها الدعاء قالت لا لا مش راح اكل خلص بعدين بكت امام الرب احنا مرات بنيجي نبكي لبعض ويلا ونبكي بدون نطبطب بدون نطبطب بدون لبعض روح ابكي عند الرب ابكي قدام الرب بكت امام الرب دلاله على التذلل بعدين صمتت هاي صعبة شوي صمتت وكانت تتحرك شايفها قلبها مولع نار بس من برا كانت بس شفايفها تتحرك ما في أي صوت وهذا بدل على نوع العمق عمق الألم الموجود فيها اللي كان الرب قادر يسمع قلبها اكثر من شفايفها والرب بيقول للشعب حتى الشعب أنتم بتحكوني بشفايفكم لكن أنا بدي قلبكم والرب بده قلبك امين مرات كثير احنا شاطرين صرنا حافظين الصلوات ايها الرب الاله الحي يعني مرتب لك صلاه متكتكه زي بيقولوا بتكتكي بس الرب بده ايش؟ كلمتين من القلب من قراقيح من قراقيح القلب اذا كنت اهل كفر كنا من جراجيح القلب يعني من اعماق القلب طلعات بصدق بكل بساطه احسن من صلاه منمقه شيء ثلث ساعه ربع ساعه بس هي مش بس صلى صمتت لكن اكثرت الصلاه يعني مش مره واحده قعدت ضلت وضلت 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 والروح فاير فيها وين كملي ما الساعة عندي في برنامج بدي اروح وكذا قالت هذه اهم من كل شيء اكثرت الصلاه بعدين استخدمت العطاء قالت يا رب اللي تعطيني اياه بدي ابارك فيه اعطيك اياه بتعرفوا النبي صموئيل من اعظم انبياء العهد القديم اللي مسح ملوك وكهنه ومز... الملك داود والملك شاول والرب استخدمه وكان معاه الرب معطيه سلطان رهيب بسبب مين؟ بسبب هذه المرة كرست هذا الشخص كل شيء بتحطه من الرب تكرسه الله بباركه بيكون بركة لكل اللي حواليك باسم يسوع بعدين اتمخضت وكانت تصلي بالام ومراره يقول الكتاب عنا مرت النفس لدرجه انه عالي فكرها سكراني، قعدت افكر انا كيف يعني ممكن واحد وحده عم بتمتم قاعده ويطلع عليها عم بتامل 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 فيها وكيف هو وصل لنتيجه فكرها سكراني. اكيد كانت مندمجه في الصلاه يمكن كانت تحود يمكن كانت تعمل شغله اللي فكرها انه هذه مش عم بتصلي صلاه تقليديه، ما كانت صلاه تقليديه. ولا صلاة هيك منمقة وبكل هدوء لكن كانت عم تغلي مع أنه ما كان الصوت طالع شوف شوف تحاول تتخيل كيف كانت لدرجة أنه مش مهتمة أو نسيت أنه في حواليها وطولت أكثرت الصلاة قال حالي أكيد هاي سكرانة فكرها سكرانة بسألت له يا سيدي أني امرأة حزينة الروح لم أشرب خمرا ولا مشكرا بل أسكب نفسي امام الرب كلمه اسكب يعني اصب بالعبراني لشبوخ ات إيه يعني بحط حالي تعرف واحد معاه كسلورة مي مش عارف اذا كلمة كسلورة وتحطها على التراب تقدر ترجع المي خلص سحبني التراب راحت بمعنى انك تضع نفسك بالكامل بدون استرجاع احنا مرات كثير يا رب بحط نفسي وبضع نفسي وباسم يسوع امين بعدين باخذ نفسي وبكمل وبرجع برة ثانية لا حط نفسك للرب انا لك يا رب أنا لك وضعت نفسها سكبت نفسها سكبت نفسها ورب بدور على ناس عند صلاة بهذا القلب قلب متمخض يسكب نفسه قدام الرب يسكب أعماقه قدام الرب يسكب قلبه بالكامل قدام الرب يا رب أعطينا هذا القلب تعرف يسوع في جسماني جس هناك كان يصلي يحضر نفسه للصليب فبقول من كترة الصلاة صار عرقه إيش قطرات دم كان عم بتمخض يا أبتا إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس رب قلوب تتمخض ولما هناك تمخض جاء ملاك لكي يقوي رب السماء بلشت تتحرك لما رب شوف قلب متمخض ملتهب من أجل مجده أعطاه قوة والنتيجة اجتاز الصليب صنع الانتصار فتح الخلاص لكل العالم احنا صرنا باخر شهر عشرة وبعد شهرين سؤال شو عملنا ليسوع اسال نفسك هذه السنه هل احنا مستعدين؟ هل احنا جاهزين؟ هل احنا عندنا الاستعداد نسكب قلوبنا نتمخض من اجل البلد اللي احنا عايشين فيها من اجل اقاربنا من اجل احبائنا شو موقفنا لو يسوع اجى بعد اسبوع؟ واحد 11 حط موعد؟ طبعا مش رح نعرف بس فرضية يعني. ايش رح تعمل؟ لو يسوع اجا الليلة. لو يسوع اجا بكرة. شو مع قرايبك اللي بعدها ما يعرفوش الرب. قول يا رب أعطيني أنتبه لحوالي. أعطيني قلب متمخض. أعطيني قلب راحم. أعطيني أبدأ أصلي من الليلة. واتمخض زي ما عملت حني ولما حني اخذت هذه الخطوات وسكبت قلبها قدام الرب الرب سمع وقال علي روحي والرب راح يعطيك سؤال قلبك وعرفت زوجها بقول اقل من سنه الرب كان معطيها الولد ولما تمت وقت التربيه رجعته على على شلو على خيمه الاجتماع وتربى صموئيل وابن ست سنين الرب تكلم مع صموئيل واعطى رساله رهيبه لعالي بدا من ست سنين يستخدم هذا الطفل ليكون بركه ويكون صوت الله المتكلم الله ممكن يعمل من قلبك ومن حياتك ومن صلاتك لابنك لبنتك لجارتك لعيلتك والرب يقيم من اولادك خدام يفتنوا المسكونه، الرب يقيم من من حواليك وتكون سببها صلاتك وصلاتك. احنا شو عم نعمل؟ احنا وين مشغولين؟ وين احنا عينينا؟ وين قلبنا؟ مش عينينا على مشاكلنا، عينينا على... على 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 حالنا وعلى ذاتنا. خلينا نطلع من هذا الموقف. يا رب اعطيني قلبك، اعطيني احشائك. اعطيني زي ما صلت صرخت مره رحيل كانت ليه تخلف ولاده وهي ولا ولا ولد. راحت لعندي وقالت قالت له هبني بنين والا اموت. هبني بنين وإلا أموت وزي ما قال جون مؤسس الطائفة الإنجيلية الإصلاحية اللي عاش في القرن الخامس عشر قال هالكلمات الكلمات المؤثر يا رب هبني اسكتلندا وإلا أموت شوين يا واحد يقول كلمات عن الشكل يعني حط حياته قال يا رب أنا مستعد أموت بس أعطيني اسكتلندا خلي اسكتلندا تيجي للإيمان للمسيح هل إحنا نقدر نقول له يا رب هذه الكلمات يا رب هبني كفر ياسيف وإلا أموت ولا يا دموت يموت مهم أنا أدبر أموري هبني الجليل هبني إسرائيل هبني الضفة وغزة ولبنان وسوريا يا رب تعال اعمل هبني نفوس بدنا نربح نفوس للمسيح بدنا ننقذ من النار ونأخذ النفوس من جديد يرجعوا للملكوت للأب الحبيب يسوع اكثر شيء ممكن يشل ابليس انك تربح نفوس تربح اراضي تجتاح بيوت تحت سلطان الظلمه يشرق نور يسوع فيها والظلمه ترجع وتتراجع وابليس ينهزم بيت بعد بيت، نفس بعد نفس، عيله بعد عيله، بلد بعد بلد. هل يستطيع هل يعصر عليها امر؟ لا يعصر. لكن ايش؟ الرب قادر ان يخلص بقول لكن خطاياكم صارت فاصله بيني وبينكم محتاجين نتوب عن تقاعسنا محتاجين نرجع زي حنه يا رب احنا نعترف بضعفنا كنيسه عقيمه بلادنا عقيمه نشتغل كثير نخدم كثير اكثر بلد فيها برامج وفعاليات ومش مخلين ولا بلد يعني اقل دو... اقل منطقه فيها ثمر ليش في مناطق بنشوف بالالاف بيجوا للرب. وين قلبك؟ والرب يشفي العقم اللي فينا، يعطينا قلب متمخض. يا راجعين اليك. اعطينا نصلي لربح النفوس، امين؟ دعونا نصلي. صلي معي هاي اللحظات دقائق قبل ما نختم. قل يا رب اعطيني قلب للنفوس البعيده عنك ويا يا رب ساعدني اتشفع لجيراني لاهل بيتي الغير مخلصين اصدقائي ولاد صفي معلمين اللي بعلموني اللي بيشتغلوا معي بالشغل اذا زوجك غير مؤمن يا رب جوزي بين ايديك ولادي بين ايديك اخوتي اهلي كل من حولي يا رب بين ايديك الحارة اللي أنا عايش فيها البلد اللي أنا عايش فيه صلي معه يا رب حط في طريقي كل يوم ناس أقدر أحكيها عنك ناس بدها تسمع ناس بدها تصغي يا رب أعطيني أعطيني قلب يقدر أتكلم افتح فمي أعطيني كلمات عند افتتاح الفم إن كنت أتكلم فقأ أقوال الله صلي وتشفع من أجل الطوائف الأخرى يا رب تعال من جديد تراءى للمسلمين، تراءى للدروز، بأحلام، برؤى، بإعلانات. اعلن ذاتك لليهود انك انت هو المسايا انت المخلص، انت هو المسيح المنتظر. تعال يا رب المسيحيين التقليديين اللي ما بيعرفوك. اعلن ذاتك انك اعلن انت هو المسيح الحقيقي. تراءى، اعلن ذاتك. تعال يا رب انهض كنيستك. خلينا نصلي كمان من اجل الكنيسه وقف مع بعض نصلي اجل الكنيسه في هذا المكان يا رب يسوع تعال بأجنة كثيرة لهذه الكنيسة في هذه الأيام. تعال يا رب مخاض ولادة جديد. ولادات جديدة تصنعها في وسطنا.